قوم على إذنكم. دايلي بدايلك بدايلك من غير ما تقول. أنا مش عايزك تخاف أبدا. أكبر ثلاث محامين في مصر مسلمين قضية. أنا مش قادرة أصدق لغاية دلوقتي. أنت فاهم إني عملت كده؟ أنا نفسي مش قادرة أصدق. كل حاجة حصلت في ثواني. أنا لو ما كنتش ضربتها بالإزازة على راسها كان زمانها هي اللي ضربتني. أنت مالك؟ أنت مالك بده كله؟ يعني إيه يا ماما؟ يعني كنت عايزاني أشوفها سارقة حماتي وبتهرب وأسيبها؟ عارف لولا البيبي اللي جاي في السكة بعد كام شهر كنت قلت لك طلق البومة دي فورا. يا ماما أمال ملهاش ذنب. أنا مش فاهم أنت إزاي مش قادرة تحبيها كده. حب أنا وأنت كفاية أنت بتحبها. وهي كمان بتحبني. ولازم تعرفي تحبي اللي بتحب ابنك. هي فين؟ بره. وهتدخل لك دلوقتي. بيقولوا انها انهارت لما عرفت اللي حصل لك. والله العظيم؟ بالسلام. امال انا فرحان قوي كده يعني. كنت عايزه ايه؟ ما تتقهرش بحسابها في كل اللي حصل ده. بيقولوا فاضل 5 دقايق والزيارة تنتهي. ليه عملت كده يا حسين؟ مال؟ فاكر ان حاجة زي دي ممكن تريحني؟ هو انت متخيلة اني اشوفك بتتأذي وما اعملش حاجة؟ مش حد في الدنيا يستاهل انك تعمل تضحية عشان زي دي. ولا حتى انا. يا امان انا عشان خاطرك اعمل اكتر من كده 1000 مرة. ولعلمك انا لو اعرف ان اللي حصل ده هيخليني اشوف عينيكي كل الحب ده انا كنت قتلت ستاف الاوتيل كله. لا ما تعيطيش. ممكن؟ ممكن ما تعيطيش. أظن كفاية أو كده يا حسين بيه. خدي بالك مني. مع السلامة يا أمي.